النهارده جبنا كل المنتجات المصريه هنجربها مع بعض. معانا بندق خبير ايه ده حلويات، بولا؟ فيلا بينا. اول حاجه هنبدا بيها منتجات فرايدي. ده بايه ده؟ دي سنيكرز شوكولاتة سعرها كام؟ 6 جنيه، ماشي 6 جنيه. ودي دي كام؟ ديت 5 جنيه، ماشي. خلينا نبدا بحاجه ساحت خالص. فايه ديت ديت ب4 جنيه. دي ممكن ما نجربهاش يعني عادي. ايوه دي شوربة مانجا، اكل انت. والله يا جماعه لا لا مش في اللي بعده. حاجه ماسكه نفسها شويه. دي السنيكرز رويال. اسمها رويال. اه رويال اسمها رويال. دي ب5 جنيه. حلو. دي ماسكه نفسها شويه. ماسكة ماسكة نفسها خالص الصراحة. نجرب السنيكرز دي، حلو حلوة دي برضه. الفول السوداني باين فيها أوي. تديها كام؟ 8 من 10. اللي بعده دبل شوكليت دي برضه تبع فرايداي. سعرها كام؟ دي 5 جنيه. 7. اللي بعده هنجرب واحدة من دول. انت جرب اللي معاك وانا جرب اللي معايا. جرب دي ماشي. السو بس دون سعره 5 جنيه. لا حاجة فيها بايظة مش عارف ايه. نخش في الشيبسي. ده نبدأ بالتايجر. انهي تايجر؟ بص احنا عندنا الطعم ده الطعم ده ماشي. وفي الطعم ده. تعال نبدأ بالاول. الاول هي كل منتجات تايجر معانا. تايجر اكسلنس ده تحسه ابن ناس كده شوية. سعره 10 جنيه. بسم الله. حلو جامد. الليمون الحلو ده ده جامد جامد بصراحة قوي. جامد. خش على اللي بعده. الميكس تشيز ده برضه سعره على كام؟ طول 5 جنيه بس ده مختلف عن الكيس التاني. شيبسها غير التانية خالص. طعمه حلو. جامد لا جامد لا معاك. حلو حلو الكيس ده. تايجر عامله شغل عالي بصراحه. 3 جنيه خلاص. سعره 5 جنيه. عندنا تايجر ده برضه. وايه الفرق بين ميكس تشيز؟ ده ايه ده؟ ده ميكس ميكس تشيز تشيز وده ميكس وده ميكس تشيز. تشيز تقريبا الاثنين نفس الطعم. هنشوف هنجرب. نفس الطعم. حاسس ان طعمه اقوى شويه مش عارف ليه. جرب دون برضو البيك شوتس ده وانت لو شايف الطريقه. ده برضو تحسه كده الكواليتي بتاعت الكيس عاليه شويه. سعره 10 جنيه برضو. طب ده حلو. بتصحي حلو بس حرق شويه. عجبني. انا عندي ميكس تشيز احسن بالنسبه لي. جرب سبانز. السبايس. هنشوف سبانز. سبانز عامل شغل عالي. ساور اونيون. هو الحجم صغير خالص. هو فاضي يعتبر. طعمه حلو. حلو. لا حلو قوي. الشركات المصرية عاملة شغل عالي بصراحة. ده بيك شيبس ده تبع تايجر. 5 جنيه. طعمه شبهنا. أول تايجر خدناه خالص. سعره 5 جنيه بس. جرب الجاكوار ليمون حلو برضه. طعمه حلو. طعمه برضه. طعمه عجبني بصراحة. سعره 5 جنيه. الشيبسية شكلها بطاطس كده. تبع ايه؟ مش بتفوز. كان سعره كام؟ 10 جنيه بالسويت شيل. اوه شكله تقيل قوي. عاجبني بصراحه جامد. مش قوي. طعمه فلفل حلو كده. لغايه دلوقتي الحاجه جامده قوي. مفيش حاجه خيشت معانا. خد شعر فوكس. لكن لما كنا مش فاكر. لا فوكس معروف. معجبتش؟ لا انا كيف فوكس عن نفسي. لا ما عجبتش. هات جرابو. جرابو من الشركات اللي طلعت في وقت قليل. انا مش عارف هو تابع شركه ايه بصراحه. طلع من فتره قليله وعمل شغل عالي قوي ده ممتاز صراحة. بجد؟ بجد؟ خش لامينكو. ده بقى العيش. سعره كان 5 جنيه في الأول. لا ده كده ب10. ده بقى 10 10. كيلو. كبروا الحجم وبقى 10. بيجي مليان على الآخر كده اللي هو فاهم مش فاضي. عاملين شغل عالي أحسن كمان من منتجات شيبسي. بص بطز جامد. نخش بقى في بدائل بيبس. عندنا الفي 7 ده كنز نزل جديد 15 جنيه. سبيروس باتس ما شاء الله ما شاء الله يعني السحب عليه فظيع. أنا كنت لسه جايبه من كام يوم ما كانش فيه غير التفاح. الفي دوت عجبني قوي الموضوع اللي هو فيه ايه حته بلاستيك كده كفر كده كفر بلاستيك كده نبدأ بالفي 7. ده شعير اصلا زي شويبس كده يعني ممكن يبقى بديل الشويبس. طعم الشعير فيه قوي قوي. عامل تليفون بيو فاكر ايه؟ عامل ايه يا حبيبي؟ نايم ولا ايه؟ خش في سبيروس باتس. هو موجود من زمان بس مفيش حد بيشتريه. عامل شغل عالي قوي اليومين دول بصراحه. انا عن نفسي بشرب منه التفاح. لسه اول مره اجرب العنب. جربت العنب قبل كده والكيوي. تعال نشوفهم مع بعض. ده سعره 8 جنيه. ابدأ كيوي هنا في الكيوي.
لونها كيوي. ده خلصت. حاسه طعمه خيار. ما عجبنيش. والله طعمه خيار بجد. سبيروس فاتس بالعمل. لونها حلو بصراحة. فرفور انت برضه. يا ولا يا ولا، بس كفاية. لونها ميت بزيت. هي شكلها حلو قوي في الكوباية بصراحة. أعمل لوريت. لا عارفين معطر فريدة توت هو ده بس عطره في ازاز. خش في دبل دير. انا جربت منها الكراميل. كراميل؟ في منها كراميل؟ في منها كراميل. أول مرة أجربها بصراحة. صراحة 15؟ لا 10. مع إن شكلها كده كأنها غالي، يعني شكلها كده في العشرينات، فاهم؟ هي شغالة. بس الصودا بتاعتها قليلة أوي. مفيش صودا أصلا. خفيفة كده، خفيفة أوي يعني. جرب الرمان. يا رب يطلع حلو. ريحة رمان. ده ريحة رمان رمان. رمان بجد. ما هو مكتوب رمان، أقول ريحته يعني. لا عصير. دي ميت ليفت تقريبا. صودا خفيفة خالص. خش في العنب. أنا خايف نجرب دي. العنب نفس اللون الثاني. بتاع السبيروس باتس. ده دوا بقى. لا 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 لا، وحشة. وحشة. ده عصير، عصير بجد، عصير. لا مش عارف. بصوا دبل دير ده ما نجربوش أصلا. لا ما ينفعش بديل، صح؟ الرمان ميت ليفت، العنب ميت بتنجان. تقريبا الشركة دي صاحبها مخللاتي. مع ان انت بتعمل فلوت طعمية حاطين فوق دي كده. ميه خضراء بتاعت الريتيل. مش عارف هي شركة مصرية 100% ولا، يعني في ناس قالوا منتجاتها اتطورت في ألمانيا وكلام كده، فاحنا هنجربها يعني ان شاء الله ما تكونش تبع المقاطعة. نبدأ بإيه؟ بمية البسين. المية دي انا متفائل بيها. 10 جنيه. حلو، شكلها حلو، اللون حلو، حلو بصراحة، عجبتني. توت وخوخ ممكن. عاملين ميكس لونه حلو وطعمه شغال. باس كيوي دي شبه مية ريتيل الخضراء. ب 10 برضه، صح؟ دي ريحتها حلوة. ريحتها حلوة، تصدق؟ طعمها رايقة، حلو. رايقة. لا رايقة بصراحة، طعمها طعمها حلو. رايق، طعمها رايق. الباص دي جامدة أوي. ده أحسن من البديل، أحسن واحدة عجباني بصراحة لغاية دلوقتي. في ناس بتباعها ب 12. بطيخ. أنا مش متفائل. لونها مايع كده. ريحتها بطيخ. بطيخ. ريحتها حلو، حلو. الشركة دي بتجيب ال بتظبط الدنيا بجد. جامد. بس الكيما عجباني أكتر. خش في البيج. مش عارف هي اسمها بيج ازاي. سعرها 5 جنيه. يا ترى طعمها حلو ولا ايه؟ تعال نشوف مع بعض. نبدأ بإيه؟ الكولا. كولا. يلا بالكولا. هي الكولا الأساس، لو الكولا حلوة هيبقى قلبها حلو. ما لازم فيهاش غشوة ولا صغيرة محل. أصلا. عارفين تشيل الكولا الم بجد جيلي كولا وحشة. ما فيهاش صودا، أنا سمعت صوت هو الفيس في قلت استغاثة. خلاص. ده بقى تفاح أخضر ولا ليمون؟ ليمون. دي ما تنفعش بديل للكولا. خش في الليمون. نفس الفيساية ديت، وفي الآخر بتطلع إيه؟ ده صابون سائل. أحسن من الكولا. أنا هديها فرصة تانية عشان إيه؟ لا ما فيهاش. بلاش طعم. مش حلو، مش حلو. خش في البرتقال. يا رب تطلع حلوة. أنا كمان شوية هحس أنت مش حاطط حاجة في الكوباية. هات يا عم معلقة صغيرة دوقني في بوقي. طب اتكلم أنت. مفيش صودا. مفيش حاجة، ده مرغوش النهاردة. هات بقى مسألة قديمة بقى. نخش في الحلويات البديلة. نسباسيتو هي اللي كله بيتكلم عنها. بس عملت ضجة. نسباسيتو نازل منها فليفرز كتير قوي. حلو فليفرز، صح؟ سيبها شوية، سيبها شوية. ده عشان إيه؟ في الآخر، في في الآخر. الآخر. كورونا نبدأ بكورونا. بكام؟ دي ب 10 جنيه. جامدة، تنفع بديل لكادبري. حلو. طعمها 10 جنيه فكويس، كويس جدا. ايه طعمها 10 جنيه؟ تنفع بديل كويس لكادبري والله. تعالى انا عايز افتح دي. شاتو سعرها كام؟ شاتو معروفة 20، سعرها 20. طب 10 على قديمه قوي، على قديمه قوي قوي يعني. الشوكولا دي اصلا بتلكم. تفاحة. تقيلة. رولانا. هات واحدة. رولانا 5 جنيه. هي مسمينها رافايلو الغلابة. رافايلو بكام؟ 25 و30. ادي هنشوف رولانا ب 5 جنيه بديل ليها ولا لا؟ لا دي عاملة قلبان في السوق. رايقة، رايقة أوي. جامدة. هي اللمبات اللي هي حجمها كده. هي سعرها 2 جنيه. ما عادش في حاجة ب 2 جنيه فكويس. هي لمبات بس مش وحشة. شمعدان. لو وصلت لغاية هنا ما تنساش اللايك والفولو والسبسكرايب. ما تنساش يا ابو عبده اللي بيتفرج علينا. الشمعدان دي بصراحة بقى توب. بحب البيضة بتاعتها أحسن. الشمعدان البيضة دي بقى اللي في القلب. أنا بتعجبني، بتعجبني أوي الشمعدان. مش أوي يعني. هي أحلى من التانية. ده عشاء بصراحة الشمعدان لا دي. برضو مش. جرب البوريو.
بديل الاوريو اللي كل الناس مقطعه. بوريو بديل بوريو، بوريو ده برضو على قديمه قوي. طب وحشني. شغاله فاكر زمان طعمه كان احسن من كده. اللي بعده جيبوا دي ايه؟ دي مصريه تبع ولا؟ شمعدان. اه تبع شمعدان. يعني هنموت هذا الفيديو بصراحه. لو وصلت لغايه هنا ما تنساش اللايك والسبسكرايب، واكتب لي في الكومنتات الفيديو عجبك ولا لا. جامدة. لا جامدة. لا تعال نخش في الدور الأول ماشي، ونخلي ال بسيتو في تعال الآخر. نكمل ديت عشان دي تقيلة أوي. هي هما بقى قطعتين بس، قطعتين التالية رايقة أوي، أحسن بكتير، دي أخف. هادية أوي، حلوة أوي بصراحة، عجبتني. توداي على شكل غريب هي كده. بتاكلها تقريبا، حد أكلها. كويس إن حد أكلها، أنا مش غريب أصلا. إيه ده، ده عجينة طعمية وحشة أوي. تاو تاو كام؟ خمسة؟ دوناتس 5 جنيه. بنكتب 5 جنيه، جدا. شكلها حلوة. بندخل بندخل ولا جامدة. ايه يا عم، خد خد يا بطل. خش في الدسباسيتو. الدسباسيتو بقى ايه، عاملة شغل عالي. انت جربتها قبل كده؟ مش قادر اجرب. نزل منها اطعم كتير قوي، حوالي حاجات لا 60 طعم تقريبا. الباكجينج بتاعها تحفة. الباكج شكلها حلو ومحترم بصراحة، سعرها 41 تقريبا يعني. ديت شوكولاتة بيضة باللوز. حلوة بس دول ولا ايه؟ حلو بس اللوز مش حاسه خالص يعني، كشوكولاته بيضه حلوه مش هو كريسبي. كريسبي كريسبي مش لوز. شغاله شغاله بس مش احسن حاجه يعني. ممكن نجرب فليفر تاني. خش في مزارع دينا. لا خش في العصاير بديله لايه؟ دانون. دانون مش معانا، خلي بالكم، دانون مش معانا. مزارع دينا عامل شغل عالي قوي، وجهينا برضو. جوينا المعروف المتداول. بيست ده العشق. بيست ده من زمان قوي. بيست ده من قبل ما الجماعه اياهم يبقوا موجودين اصلا. نبدا بالشوكولاته. سعرها كام؟ دي 15. 15 او 18 تقريبا. اه هي 15 ولا 18. 15 او 18 في الرينج ده. مش ممكن. اكيد طبعا. ده حقيقي. ما تكترش ورا. جامد. جامد جامد. جرب مزارع دينا لبن بالفرع والله. جيب 18. الشوار حلو بتوعك. مش غير فراولة، ممكن تبقى حلو بس انا مش غير فراولة. لا لا حلوة حلوة، عجبتني بصراحة. خمسة جنيه. 5 جنيه بتاع الغلابة بس. كفاية كفاية. هو فاهم تقريبا كله كرف على بعضه عشان كان حاجات سكر كتير فطعمه بقى مش عارف. انا عايز احدق بصراحة. قعدنا ناكل حاجات مسكرة فجينا نشربه دلوقتي على حسب هو مية. بس هو حلو على سعره حلو. شو هاي هنا زبدة دي ب 11. بس كفاية كفاية. عامل دايت جامد. لو عجبتك الحلقة ما تنساش اللايك والسبسكرايب، واكتب لنا في الكومنتات نجرب ايه المرة الجاية. انا ما عادش قادر، عايز اكل تقطيع.